قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هذا الرجل الذي اتصل قال أن الغنم المغانم في الحرب، هو البين عليه، هو اللي بيقول كلام باطل. لأن في المعجم، في المعجم العربي يقول، معجم الوسيط: غنم الشيء أي فاز به وربحه وناله بلا مشقة، يعني بالشرط في الحرب. وهذا أنا سمع فيها خطبة وعلم كامل حوالي 12 ساعة لمولانا آية الله المرتضى الشيرازي حفظه الله، مش جديد الكلام اللي أنتم بتعملوه ده. فلما القرآن قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء، فالغنيمة أنت قلت أنها في الحرب، أنت اللي بتتصل، أنت إيه اللي خلاك تخصص؟ أنت إيه الدليل اللي عندك اللي خلاك تخصص الآية؟ قال الله: واعلموا أنما غنمتم في الحرب، ولا قال الله: واعلموا أنما غنمتم؟ قال الله: اعلموا أنما غنمتم. قال في المعجم: غنم في الحرب أي ظفر بمال عدوه، وقال: غنم الشيء أي فاز به وربحه وناله بلا مشقة. يبقى الغنيمة تطلق على الحرب وتطلق على الربح العادي كما قال المعجم. والقرآن ما قيدش، ما القرآن ربنا ما قالش: واعلموا أنما غنمتم في الحرب. فأنت بتقيد ليه؟ انت اللي بتقاد، انت البين عندك، انتوا غيرتوا الدين كله، وقفت عند زواج المتعه والخمس، ضيعتوه. اقول لك الايه تقول: واعلموا انما غنمتم في الحرب. مين اللي بيحرف في القران، احنا ولا انتم؟ مين اللي قال في الحرب؟ انت ليه تخصص العام؟ القران قال: واعلموا انما غنمتم من شيء، ونص صريح من شيء. بتعرفوا عربي؟ نكره، نفي نكره يفيد العموم، نفي نكره من شيء. واعلموا انما غنمتم من شيء. سبحان المثبت، سبحان المثبت سبحانه وتعالى. فهذه الايه حجه عليك لا حجه لك. لم تقل: واعلموا انما غنمتم في الحرب، وانما قالت: واعلموا انما غنمتم من شيء. والغنم هو الفوز بالشيء وربحه وناله بلا مشقه، وليس يشترط ان يكون في الحرب. فمن شيء وليس يشترط في الحرب، ونص الايه ليست فيها في الحرب، فانت حجتك باطله.